حطوا الأكل واطلعوا لبرا. حاضر حاضر. شو القصة فرهاد؟ مين منكن عم تشوف جنيد؟ وقفوا الأكل وطلعوا فيني. واسمعوا ما تخلوا خليه يطلع. شو هذا اللي عم بتقوله؟ كيف يعني حدا عم يشوف هالمحتال؟ من وين سمعت هالحكي فرهاد؟ من الآخر جنيد عم يلتقي بوحدة منكن. في وحدة عم تساعده. مين هي؟ كيف عم تساعد جنيد؟ احكوا مين هي؟ قال رح لاقيها هلأ ولا بعدين، لأنه الواضح أنه ما رح تحكوا هلأ مين هي. طيب ما تقولوا مين، مو مشكلة، بس أنا رح أعرف مين، وإنتوا كلكن بتعرفوا وقت أعرف الجاسوس شو رح أعمل فيه. بوعدكن لاقي اللي عم تساعد جنيد. طيب بس فهمنا من وين عرفت هالشي. من وقت ما تزوجت صار كل كم يوم يفوت حدا جديد لهون. بالأول إجت إيبرو، وبعدها بنت أختها لأصلي. دور أنت على الجاسوس لحتى ما يضل حدا من العيلة إلا ويبزق عليه وعلى الواطي جنيد. ما في داعي نتعصبي يا أختي، فرهاد بس كان عم يسألكن، وإذا أنتو بتعرفوا جواب هذا السؤال جاوبوا، بس إذا ما بتعرفوا خلص سكتوا. ماشي رح نسكت لكن. وانتو رح تضلوا ساكتين؟ في حدا منكن رح يحكي؟ ما بقى في لوم علي، بس لا الجاسوس ما رح أصير فيه. وممنوع حدا يقول شي لأصلي. إذا حدا بيفكر إنه يضايقها أو يزعلها رح يكون حسابه معي. لا تقربوا منا أبدا. معناها المفروض نسكر على القصة. ما رح تتسكر. شو صار؟ ليش قمتي من السرير؟ مليت من النوم وبدي أتحرك شوي، حتى أني جعت كتير. طيب تفضلي كلي لك لقمة. صحة وهنا على قلبكم كلكم. في شي مشكلة يعني؟ لا، على الأغلب أكلين برات البيت، لهيك ما عم يأكلوا. بلشي بالأكل هلا، لازم تتغذي كتير منيح. ما في مشكلة بنوب.